مرحبا أصدقائي، وأهلا بكم في الجزء السادس من قراءة النبي لجبران خليل جبران، الحرية. ثم قال له خطيب: هات حدثنا عن الحرية. فأجاب قائلا: قد طالما رأيتكم ساجدين على ركبكم أمام أبواب المدينة وإلى جوانب المواقد تعبدون حريتكم، وأنتم بذلك أشبه بالعبيد الذين يتذللون أمام سيدهم العسوف الجبار، يمدحونه وينشدون له وهو يعمل السيف في رقابهم. نعم، وفي غابة الهيكل وظل القلعة كثيرا ما رأيت أشدكم حرية يحمل حريته كنير ثقيل لعنقه وغل متين ليديه ورجليه. رأيت كل ذلك فذاب قلبي في أعماق صدري ونزفت دماؤه، لأنكم لا تستطيعون أن تصيروا أحرارا حتى تتحول رغبتكم في السعي وراء الحرية إلى سلاح تتسلحون به وتنقطعوا عن التحدث بالحرية كغايتكم ومحجتكم. إنكم تصيرون أحرارا بالحقيقة إذا لم تكن أيامكم بلا عمل تعملونه، ولياليكم بلا حاجة تفكرون بها، أو كآبة تتألمون لذكراها، بل تكونون أحراراً عندما تمنطق هموم الحياة وأعمالها أحقاءكم بمنطقة الجهاد والعمل، وتثقل كاهلكم بالمصاعب والمصائب، ولكنكم تنهضون من تحت أثقالها عراة طليقين، لأنكم كيف تستطيعون أن ترتفعوا إلى ما فوق أيامكم ولياليكم إذا لم تحطموا السلاسل التي أنتم أنفسكم في فجر إدراككم قيدتم بها ساعة ظهيرتكم الحرة؟ ألا إنما ما تسمونه حرية إنما هو في الحقيقة أشد من هذه السلاسل قوة، وإن كانت حلقاته تلمع في نور الشمس وتخطف أبصاركم. وماذا يجدر بكم طرحه عنكم لكي تصيروا أحرارا سوى كسر صغيرة رثة في ذاتكم البالية؟ فإن كانت هذه الكسر شريعة جائرة وجب نسخها، لأنها شريعة سطرتها يمينكم وحفرتها على جبينكم، بيد أنكم لا تستطيعون أن تمحوها عن جباهكم بإحراقكم كتب الشريعة التي في دواوينكم. كلا، ولا يتم ذلك بغسل جباه قضاتكم وسكبتم عليها كل ما في البحار من المياه، وإن كانت طاغية تودون خلعه عن عرشه، فانظروا أولا إن كان عرشه القائم في أعماقكم قد تهدم، لأنه كيف يستطيع طاغية أن يحكم الأحرار المفتخرين ما لم يكن الطغيان أساسا لحريتهم والعار قاعدة لكبريائهم؟ وإن كانت هما ترغبون في التخلص منه، فإن ذلك الهم إنما أنتم اخترتموه ولم يضعه أحد عليكم. وإن كانت خوفا تريدون طرده عنكم، فإن جرثومة هذا الخوف مغروسة في صميم قلوبكم وليست في يدي من تخافون. الحق أقول لكم إن جميع الأشياء تتحرك في كيانكم متعانقة على الدوام عناقا نصفيا، كل ما تشتهون وما تخافون وما تتعشقون وما تستكرهون، ما تسعون وراءه وما تهربون منه، جميع هذه الرغبات تتحرك فيكم كالأنوار والظلال. فإذا اضمحل الظل ولم يبق له من أثر، أمسى النور المتلألئ ظلا لنور آخر سواه. وهكذا الحال في حريتكم، إذا حلت قيودها أمست هي نفسها قيدا لحرية أعظم منها، العقل والعاطفة. ثم طلبت إليه العرافة ثانية قائلة: هات حدثنا عن العقل والهوى. فأجاب وقال: كثيرا ما تكون نفوسكم ميدانا تسير فيه عقولكم ومدارككم حربا عوانا
على أهوائكم وشهواتكم، وإنني أود أن أكون صانع سلام في نفوسكم، فأحول ما فيكم من تنافر وخصام إلى وحدة وسلام. ولكن أن يكون لي ذلك إذا لم تصيروا أنتم صانعي سلام لنفوسكم ومحبين جميع عناصركم على السواء؟ إن العقل والهوى هما سكان النفس وشراعها، وهي سائرة في بحر العالم. فإذا انكسر السكان أو تمزق الشراع، فإن سفينة النفس لا تستطيع أن تتابع سيرها، بل ترغم على ملاطمة الأمواج يمنة ويسرى حتى تقذف بكم إلى مكان أمين تحفظون به وسط البحر. لأن العقل إذا استقل بالسلطان على الجسد قيد أهواءه، ولكن الأهواء إذا لم يرافقها العقل كانت لهيبا يتأجج ليفني نفسه. فاجعل نفسك تسمو بعقلك إلى مستوى أهوائك، وحينئذ ترى منها ما يطربك ويشرح لك صدرك. وليكن لك من عقلك دليل وقائد لأهوائك لكي تعيش أهواءك في كل يوم بعد موتها، وتنهض كالعنقاء متسامية فوق رمادها. وأرغب إليكم أن تعنوا بالعقل والهوى عنايتكم بطيفين عزيزين عليكم، فإنكم ولا شك لا تكرمون الواحد أكثر من الثاني، لأن الذي يعتني بالواحد ويهمل الآخر يخسر محبة الاثنين وثقتهما. وإذا جلستم في ظلال الحور الوارفة بين التلال الجميلة، تشاطرون الحقول والمروج البعيدة سلامها وسكينتها وصفاءها، فقولوا حينئذ في قلوبكم: إن الله يستريح في العقل. وعندما تعصف العاصفة وتزعزع الرياح أصول الأشجار في الأحراج، وتعلن الرعود والبروق عظمة السماوات، فقولوا حينئذ في أعماق قلوبكم متهيبين خاشعين: إن الله يتحرك في الأهواء. وما دمتم نسمة من روح الله وورقة في حرجه، فأنتم أيضا يجب أن تستريحوا في العقل وتتحركوا في الأهواء. هنا أصدقائي ينتهي الجزء السادس من قراءة النبي لجبران خليل جبران.